أبدأ من إسطنبول معك علام، كيف تبدو الإجراءات لديك قبيل عيد الفطر؟ نعم، دعنا نبدأ في موضوع حظر التجول الذي بدأ عمليا عند منتصف الليلة الماضية وسيستمر لأربعة أيام، ولكن اليوم فقط خلال ساعات النهار من الثامنة من العاشرة صباحا عفوا وحتى الخامسة، أي حتى الآن كان هناك حظر جزئي، ولكن الآن بدأ الحظر الشامل في عموم البلاد، وهذه المرة هو في 81 ولاية تركية ولا يقتصر فقط على 15 ولاية تركية كما كان في المرات الماضية. يوم غد لن تكون هناك لن يتم يعني إجراء صلاة العيد في المساجد، وسيتم الاستعاضة عنها بالتكبيرات من أئمة المساجد ومن المنازل في وقت الصلاة خلال ساعات الصباح. ويوم غد أيضا سيكون هناك سماح لكبار السن من تزيد أعمارهم عن 65 عاما ومن لديهم أمراض مزمنة بالخروج من المنازل، وهو يعني للمرة الثالثة يخرجون من المنازل من الحظر المنزلي بعد تقريبا 60 يوما من منعهم من الخروج بسبب فيروس كورونا. واختيار يوم غد هو لأنه لا يوجد حالات اكتظاظ كبيرة يعني وازدحام شديد في الشوارع والميادين، نظرا لأنه أولا يوم عطلة رسمية في الأيام العادية، وأنه يوم منع تجول وعيد، وبالتالي لا توجد حالات ازدحام تشكل خطرا على حياة هذه الفئة المهمة، والتي يبلغ عددها في تركيا بحسب الأرقام الرسمية 7.5 مليون شخص تزيد أعمارهم عن 65 عاما، وبالتالي فئة كبيرة وتحتاج لإجراءات معينة وخاصة للتعامل معها. من جانب آخر، وزارة الداخلية التركية أعلنت أن هناك 111 أكثر من 111 ألف رجل أمن سيضبطون الأمن في عموم البلاد، ولكن على الطرف الآخر المعارضة السياسية تنتقد الإجراءات وتقول أنه لا يجب التسرع بعد هذه العطلة أو بعد فرض حظر التجول الحالي بإعادة عمل المؤسسات المختلفة، لأن ذلك قد يشكل خطرا على حياة الناس.